اول شيء كل عام وانتم بخير، وبحب احكي لك انه ان شاء الله هيك الحركه بتكون احسن، وهي على الاقل وجهه نظري، بس انه شايف الحركه تحسنت خاصه بعد الاغلاقات لمده سنتين بسبب جائحه كورونا. هيك اللي انا شايف الاوضاع احسن، وان شاء الله انه الاسواق بتتحرك وبتضلها متحركه هيك على طول، وما بيرجعوا بيسكروا لنا اياها. عندك من سنتين هسه السنة الثالثة الناس طلعت، يعني هاي أول رمضان، يعني الناس تحركت، الناس بتطلع، الناس بتيجي بتشتري مبسوطة وبتطلع بتطش مثلا عند أعمامهم، عند إخوالهم، عند أجدادهم. أنا بالنسبة لي كتير جاهز لهي الشغلة، وكتير أنا مبسوط لهي الشغلة. يعني أنا جاهز إنه أنا أطلع أشوف مثلا عيلتي، أشوف سيدي، ستي، عمي، قرايبي، أولاد عمي. كتير أنا مبسوط لهي الشغلة عن جد. استعداداتنا كانت حلوة، وبداية رمضان شايفة الفرحة بعيون الناس كتير السنة هاي أحسن من السنة الماضية واللي قبلها. طبعا بالنسبة لكان كورونا، يعني وانت بتعرف كيف كان الوضع. هلأ الناس استعداداتهم أحسن، فرحانين، بيشتروا ملابس، بيشتروا حلويات، بيشتروا شوكولاتات. كتير الناس متشجعين للعيد هذا، كتير الناس مقبلين على الأشياء هاي، وشايفة الفرحة بعينيهم كتير، وصلة الأرحام الحمد لله تحسنت أحسن من السنة الماضية. صلاة العيد مبدئيا، زيارة المقابر، التجهيزات انه يجونا ناس ونزور قرايبنا برضه. Thank you.